الموطأ هو كتاب للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وإما يدل على سلامة نية هذا الرجل نحسبه الله حسيبه ونزكي على الله أحدا، أن الله عز وجل جعله إماما للآخرين. انظر إلى ما بين وبين عصره من السنين، ومع ذلك أثبت الله عز وجل مكانته وسطر اسمه في التاريخ وسطر موطأه في التاريخ. وذلك لأنه لما أراد أن يؤلف الموطأ قيل له إن هناك موطأات فلا معنى لأن تؤلف، فقال رحمه الله مؤلف وما كان لله سيبقى. وسبحان الله لم يبقى موطأ ظاهرا وواضحا إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله. فهذا يدل على أن العبرة بما في القلب، وإذا أشار عليه الخليفة أن يجعله كتابا يتحاكم الناس إليه رفض. لماذا رفض؟ حتى لا يعول الناس على كتابه ويدعوا كتاب الله عز وجل. وإذا قال قولته المشهورة قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.